بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا متابعينا في قناة أخبار عاجلة أهلا بحضراتكم من جديد مواعيد مباريات اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2019 في الدوري المصري والقنوات الناقلة تختتم اليوم الاثنين 23 سبتمبر فعاليات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز بمبارتين حيث يشهد اليوم لقاءين لقطبي الكرة المصرية يلتقي سموحة مع الأهلي والزمالك مع الاتحاد السكندري نتعرف علي مواعيد وملاعب اللقاءات ولكن في البداية بدعوك عزيزي المشاهد لو شاهدنا لأول مرة اشترك في قناتنا وفعل زر الجرس عشان يوصلك منا كل جديد يستهل النادي الأهلي مشواره في بداية الدور المصري الممتاز للموسم الجديد 2019-2020 بلقاء سموحة في المباراة التي تقام في تمام الساعة 5:30 مساء بتوقيت القاهرة الساعة 6:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة وتقام المباراة على استاد برج العرب بالإسكندرية أما فريق نادي الزمالك فيستهل مشواره في بداية الدوري بلقاء الاتحاد السكندري في المباراة التي تقام في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة وتقام المباراة على استاد بيتروسبورد وتنقل المباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز قناتي أونسبورت وتايم في النهاية بشكركم مشاهدينا متابعين ولا تنسوا دعمنا بلايك شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته